2، هل هذه أسوأ لحظات التاريخ الأمريكي؟ الرئيس السابق دونالد ترامب، واللي ممكن يكون الرئيس القادم أيضا، هو اللي قال هذا التعبير: نحن نعيش أسوأ لحظات التاريخ الأمريكي. لكن طبعا دي جملة انتخابية، في النهاية دي مكايدة للرئيس بايدن، والانتخابات الاتنين بيهاجموا بعض بدراوة. وطبعا الرئيس ترامب بيقول باستمرار ان الرئيس بايدن اضعف رئيس في تاريخ امريكا، انه الاكثر فشلا، انه غير قادر ولا يدرك ما يدور من حوله، وانه خلى امريكا في وضع صعب للغاية. الرئيس ترامب الخطورة الرئيسية اللي بيمثلها انه لو وصل للسلطة وعنده فرصة كبيرة اذا ترشح ان يكون الرئيس القادم، ممكن يكون في انقسام اكثر حدة في امريكا. جون بولتون اللي هو احد رجال ترامب واحد الساسة الكبار في عصره، في كتابه اللي هو مذكراته عمل طبعة جديدة، قال فيها يعني كده باختصار: عاد لينتقم. لو الرئيس ترامب رجع هينتقم، وهيستخدم وزارة الدفاع، وزارة العدل ضد كل خصومه او من يعتقد انهم خصومه. وقال جون بولتون انه الرئيس ترامب لا يصلح لرئاسة أمريكا، وإن هيكون الانتقام سيد الموقف، وإن هياخد مواقف صعبة جدا في السياسة الداخلية والخارجية. وخارجيا قال جون بولتون إن هو تقريبا هيخسرنا جميع المعارك، يعني مش هيهتم بمشكلة تايوان، وبالتالي الصين هيكون وضعها أقوى في تايوان وهنتخلى عن هذه القضية، مش هيعمل حاجة لصالح أوكرانيا، وبالتالي بوتين هينتصر في عهد ترامب، وهنخسر فكرة الدفاع وصمود أوكرانيا في مواجهة روسيا، وبالتالي الملفات الأساسية الخارجية ترامب هيضيعها، لأن هو علاقته كويسة بالرئيس بوتين ويقدر يدير مصالحه مع الصين. وقال جون بولتون إن الرئيس ترامب مصالحه الشخصية أهم بكتير جدا من مصلحة أمريكا، ولو مصلحته الشخصية تعارضت مصلحة أمريكا هيختار مصلحته الشخصية على مصلحة أمريكا. قال كمان إنه الخطر الأكبر إنه ممكن يخرج من الناتو، وبالتالي هنخسر في تايوان، هنخسر في أوكرانيا، هنخسر في أوروبا بالخروج من الناتو. وإن ده كل ده وارد جدا ترامب يعمله وصل للسلطة، بإضافة للانتقام من الجميع واستخدام مؤسسات الدولة لذلك الانتقام. طيب هل جون بولتون ترى انه الافضل الرئيس بايدن يكون هو الرئيس؟ الاجابه بتاعته كانت صعبه جدا، انه جو بايدن اسوأ من ترامب، وان الاثنين لا يصلحوا لرئاسه امريكا. رؤيه محبطه، ومن شخصيه سياسيه مهمه، ولكنه صار محبطا هو الاخر جون بولتون، اللي شايف ان الاثنين لا يصلحوا، وشايف ان ترامب لو عاد سينتقم. في هذا السياق الرئيس ترامب فاجئ الجميع بانه بيتكلم مره اخرى عن حلف الناتو، مش اول مره، من المفاجاه ان الموضوع لسه في دماغه رغم مرور هذه السنوات. فقال الرئيس ترامب مجمل ما قال عبر السنوات حتى الايام السابقه، ان احنا مش ملزمين بالبقاء في الناتو، امريكا غير ملزمه بالبقاء في الناتو. دي جمله تغير العالم، دي مش جمله عاديه، تغير العالم. لأن لو أمريكا خرجت من الناتو مفيش ناتو، وفي هذه الحالة هتبقى أوروبا قدام روسيا وقدام الصين منطقة مستباحة. فاللي بيقوله ده في منتهى الخطورة. بيقول إيه؟ إنه الأوروبيين بيدفعوش، إحنا ندفع وندافع، هم بيدفعوش حاجة، لازم يدفعوا، يبقى في تعادل في الدفع، تعادل، ندفع إحنا 10 مليار هم 10 مليار، احنا 20 مليار هم 20 مليار، لكن ما ينفعش ندفع احنا 20 مليار وهم دافعين 200 مليون دولار. لابد ان يكون في تعادل في الدفع احنا واوروبا في الناتو، والا مش مهم الناتو بالنسبه لنا. وبعدين قال جمله اخطر، وقال انه اوروبا متاكده ان لو حصل لها حاجه هنروح ننقذها. لكن انا مش متاكد، طب لو الهجوم على امريكا هل اوروبا هتنقذنا؟ قال لك انا عارفهم كويس جدا، محدش فيهم هيجي. المعنى ان هم انتهازيين، احنا نقف معاهم ونصرف عليهم وندافع عنهم، لكن احنا لو عزناهم مش هيقفوا معانا. الرؤيه دي طبعا عامله خضه كبيره جدا في امريكا، حتى داخل الحزب الجمهوري
اللي هو حزب ترامب، لأن الخروج من الناتو يغير المعادلات الجيوسياسية في العالم، يسقط حلف الناتو كما سقط حلف وارسو، يغير خريطة السياسية للعالم زي ما قلنا. لكن هل يقدر الرئيس ترامب يخرج من الناتو؟ ممكن. لذلك إيه بقى؟ دلوقتي في مشروع قانون مجلس الشيوخ هيعرضه في صيف 2024 بعد كام شهر، عشان خاطر يمنع أي رئيس أمريكي قادم من إن هو يخرج من الناتو إلا بموافقة ثلثي أعضاء النواب والشيوخ، اللي هو مستحيل. يعني عشان يلاقي موافقة تلتين الأعضاء، لا الجمهور يقدر ولا الديمقراطي يقدر، وبالتالي يبقى صعب جدا بل يكاد يكون مستحيل إن يخرج أي رئيس من الناتو في المستقبل. مشروع القانون ده اللي هيكون مطروح في الصيف القادم للنقاش وغالبا يتوافق عليه، لأن في جمهوريين وديمقراطيين مقدمينه، وفي توافق بين الحزبين على عدم الخروج من الناتو أبدا في المستقبل أو تضييق فرص الخروج من الناتو وإضعاف سلطة الرئيس الأمريكي في اتخاذ قرار الخروج من الناتو، وبالتالي نقوله لازم تلتين مجلس النواب، ما يقدرش بسهولة أبدا إذا كان حتى الرئيس ديمقراطي أو جمهوري، وتلتين مجلس الشيوخ برضه مش هيقدر لا جمهوري ولا ديمقراطي. فعشان بقى يجيب التلتين صعبنا له الموضوع جدا جدا. مشروع القانون ده ضد ترامب تحديدا، عشان لو وصل للرئاسة في أمريكا لا يخرج من الناتو ويهز الخريطة الجيوسياسية في عالم اليوم. الرئيس ترامب يضرب من جديد. وفاصل ونكمل.